ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. كالعادة مشاهدينا، خلونا نتعرف على عناوين حلقتنا اليوم. في البداية، في سيدتي اليوم، سعوديون يطلقون مهرجان للطبخ عبر برنامج السناب شات. سيدتي يروي قصة زواج الفنان فهد ولولو اليحيى والذي جمعهما الفن التشكيلي. خبراء الجمال لسيدتي، العناية بالشعر تبدأ من المنزل. تسامي تتبنى التجديد في أساليب التعلم في كون للتعليم. كيفية موازنة المرأة بين العمل والمنزل في سيدتي إن بزنس مع مستشارة التنمية الاقتصادية ولاء نحاس. مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم، اسمحوا لي ان انتقل الى زميلاتي في جده مروه وخلود، وامسي عليهم بكل خير وسعاده. ويسعد مساكي خلود. يسعد لي مساكي يا رانا، ومسا كل من تابعنا عبر شاشه روتانا خليجيه. اهلا وسهلا بكم بهذه الحلقه الجديده والمباشره من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. طبعا زميلتي العزيزة رانا عرفتنا على عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد إحنا بدورنا نحب نذكركم للي ما تابع برنامج سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية تابع عبر صفحتنا باليوتيوب. كذلك إحنا دائما نحب نذكركم بتعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحاتنا الخاصة بالفيسبوك وتويتر وأكيد انستغرام. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في برنامج سيدتي. مين فينا ما يحب السفر؟ لكن إحنا عادة نسافر عشان نغير جو، لكن هذه المرة يقولوا إنه السفر مفيد للصحة. خلونا نشوف. عادة ما نربط السفر بالسعادة، ولكن هل يمكن أن يحقق السفر فوائد صحية ويجعلك أكثر صحة؟ هذا ما أكدته دراسة أمريكية، حيث أن سعادة السفر تقي من الأمراض، فبمجرد تخطيط الفرد للسفر يجعل روحه معنوية وأقل عرضة للإجهاد والإنهاك. جانب النفسي، فإن السفر من مكان إلى آخر يجعل الإنسان أكثر ذكاءً وإبداعًا، حيث ينمي مفاهيمه عن الحياة والطبيعة بشكل مباشر، الأمر الذي يقوي قدرته على حل المشاكل بسهولة. فكلما سافر الإنسان في رحلات قصيرة أو طويلة، كلما زاد رقيه الفكري والثقافي داخل مجتمعه. أكيد السفر متعة حقيقية، وأكيد سافروا تصحوا. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لازالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سعوديون يطلقون مهرجان للطبخ عبر برنامج السناب شات. مسؤولية الموازنة بين البيت وبين العمل مهمة صعبة، لكنها مهمة ما تقع على عاتق المرأة فقط. لم يعد عمل المرأة اليوم رفاهية. إنه أنا أتزوج واحد يؤمن بشغل المرأة، طالما إنه الزوجة بتأدي هذا الحق لزوجها، أنا أشوف إنه المفروض من الطبيعي إنه الزوج يؤدي نفس الحق هذا لزوجته. دور الشركة في المقابل من الأدوار المهمة. من وقت لآخر بدينا نطور بيئة العمل لجذبهم واستمراريتهم معنا في العمل. الجمع بين الأمومة وبين العمل ليس دوما بالمهمة السهلة. الموازنة ما بين بيتك وعملك تحدي. حبيت أشارككم تجربتي، تابعوني في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس. في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس.